بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في الدرس الجديد واللي كيتعلقنا طبعا بالسكان في وطني التوزع طبعا والبنية اللي هو القسم الخامس ابتدائي. المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس طبعا ابتدائي. أهداف تعلماتي: أتعرف معنى توزع السكان وأربطه بالكثافة السكانية. نعم، توزع السكان وأربطه بالكثافة السكانية. أصف توزع الكثافة السكانية من خلال خارطة وطني. إذا كيفية توزع الكثافة السكانية من خلال خارطة وطني، وأفسر توزع سكاني. أرسم بيان يمثل تطور سكان المغرب. نعم، هذه الأهداف. أمهد لتعلماتي: يعرف المغرب نموا متواصلا في عدد سكانه وتباينا في توزعهم الجغرافي. ما المقصود بالتوزع الجغرافي للسكان في ارتباطه بالكثافة السكانية؟ إذا ما المقصود بالتوزع الجغرافي للسكان في ارتباطه بالكثافة السكانية؟ سنجيب على السؤال: وكيف تتوزع الكثافة السكانية في المغرب؟ وبماذا تفسر؟ وما التطور الحاصل في عدد سكان المغرب؟ نعم، سنرى التطور الحاصل في عدد سكان المغرب. إذا نبدأ على بركة الله. نشوف النشاط هذا: أشتغل وأتعلم. نعم، هنا عندنا أتعرف معنى طبعا توزع السكان وأربطه بالكثافة السكانية. نعم، إذا هنا شبكة لتوزع الكثافة السكانية. لاحظوا جيدا هذا المربع، عندنا الضلع ديالو 2 كيلومتر، طبعا مربع 2 كيلومتر. إذا والسكان لاحظوا كاينه قلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، في حين هنا نفس طبعا المربع من حيث المساحة، لأنه عندنا هنا الضلع 2 كيلومتر، هنا 2 كيلومتر، ولكن هناك كثافة سكانية نعم مرتفعة، وهنا كثافة سكانية طبعا بينها منخفضة، ياك عدد السكان قلال هنا بزاف أكثر. نعم، إذا مجموع السكان هو 35.6 مليون نسمة لسنة 2020 في المغرب. المساحة هي 710850 كيلومتر مربع. إذا بغينا نعرفوا الكثافة السكانية كنشدوا مجموع السكان قسموا على المساحة. شحال عندنا المساحة؟ أعيد، مجموع السكان قسموا على المساحة. مجموع السكان مثلا اللي عندنا هو 35.6 مليون قسموها على 710850 كيلومتر مربع. هنا ألاحظ الشكل الوثيقة واحد وأقرأ القاعدة. هي القاعدة هي هذه: إذا الكثافة السكانية مجموع السكان على المساحة. أعيد، الكثافة السكانية مجموع المساحة، مجموع السكان على المساحة. أحسب مساحة كل واحد من المربعين. شو هذا المربع هذا؟ شحال عنده الضلع هنايا؟ جوج، وهنا جوج. إذا المساحة شنو هي؟ جوج في جوج ربعة. أنا نعطيكم الإجابة مكتوبة هنا. بالنسبة لهذا تاعي المساحة ديال هذا باء، فعندنا هنا الضلع جوج، مادام أنه مربع يكون هنا جوج. إذا المساحة هي الضلع في الضلع، جوج في جوج هي 4 كيلومتر مربع. نعم، ها هي، ها هي خرجناها هنا. هي اذا فوالا مزيان. مساحه المربع الاول هي 2 × 2 = 4 كيلومتر، مساحه المربع الثاني 2 × 2 هي 4 كيلومتر مربع. غنمشيو دابا احسب عدد الاشخاص في كل مربع. المربع هذا شحال عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8، وهنا 1 2 3 4 5، وهنا 5 هي 10 و15 20. اذا هنا عندنا 20. نعم، هنا قلنا 8 وهنا 20. احصينا عدد الاشخاص في كل مربع. اصوغ تعريفا لكيفيه الحصول على الكثافه السكانيه بكل من الوحدتين المساحيتين 1 و2، يعني في الكيلومتر مربع. نعم، اذا تاع الكثافه السكانيه الجيل هذا غنحسبوا عدد السكان: 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا 8. وشحال عندنا المساحه اللي بقينا قبيله؟ 4 كيلومتر مربع. اذا عندي 8 على 4. انا نعطيكم الاجابه المكتوبه. ثاني هنا 1 2 3 4 5، شحال بقينا هنايا؟ 20. ياك هذا عدد السكان اللي هو 20 قسموه على المساحة اللي هي 4 كيلومتر مربع، لعطينا 5. سنرى هاي الإجابة. نعم، إذا عدد الأشخاص في كل مربع قلنا قبيلة 8 في هذا وهنا 20. الخاصية ديال الكثافة السكانية هي أن الكثافة السكانية نعم ها هي باش تبان لكم الكثافة السكانية، أعتذر، الكثافة السكانية هي كتساوي مجموع السكان، كنحسبوا عدد السكان على المساحة، مساحة الأرض. بالنسبة للمربع الأول ألف عندنا عدد تما 8، على المساحة هي 4، 8 على 4 هي جوج، جوج أبيتون نسمة
في الكيلومتر المربع. بالنسبه للمربع باء شحال عدد السكان؟ 20. 20 على المساحه اللي هي 4 يعني 5 ابيتون في الكيلومتر مربع. نعم هذا طبعا بالنسبه لهذا السؤال. احنا بينا كيفيه حساب معدل الكثافه السكانيه. اذا باش نحسبوا الكثافه السكانيه سهله، كنشدوا مجموع السكان نقسمهم على المساحه اللي عندنا. هنا اغني طبعا مكتسباتي، نديرو هكا. نعم هنا التوزع السكاني هو متوسط عدد الاشخاص الذين يقطنون في منطقه جغرافيه معينه ويطلق عليه الكثافه السكانيه. الكثافه السكانيه اللي هي طبعا توزع السكان في نطاق جغرافي معين ونحصل عليه بقسمه عدد السكان على المساحه. سهله. الرمز ديالها هي ابيتون اش ابي في الكيلومتر المربع، هذا الرمز ديال الوحده ديالها. والكثافه قلنا هي ها هي عندنا عقلوا عليها مجموع السكان على المساحه، مجموع السكان على المساحه. ننتقل طبعا الى النشاط الموالي. نعم عندنا النشاط الثاني، أصف توزع الكثافة السكانية من خلال خريطة واتخاذ وطني وفسيره. نعم لاحظوا الخريطة، إذا الموضوع ديالها هو الكثافة السكانية لجهات المغرب كامل 2014. إذا الموضوع ديالها هو الكثافة السكانية. المفتاح هذا اللون هذا كيعطينا أكثر من 100 أبيتون في الكيلومتر المربع، يعني الكثافة السكانية مرتفعة أكثر هذا اللون هنا في المناطق الساحلية هنايا. طبعا هنا بين 50 و 100 أبيتون هذا اللون هذا، بين 50 و 100 في كل كيلومتر مربع. اقل من بين 10 و 50 هذا اللون هذا ياك، بين 10 و 50، واقل من 10 طبعا هذا اللون الاصفر هنا اقل من 10 ابيتون في كل كيلومتر مربع. نعم بالنسبه هنا الاحظ الوثيقه ثلاثه لاحظناها واتعرف الموضوع. الموضوع هو الكثافه السكانيه لجهات المغرب، الكثافه السكانيه لجهات المغرب 2014. أسمي الجهات التي يفوق فيها معدل الكثافة السكانية 50 نسمة. اللي فايتها 50 هي هاد اللون وهاد اللون، هادو هما، هاد جهة سوس ماسة، هاد الجهة هادي اللي هي جهة بني ملال قنيطرة، ثم جهة مراكش أسفي، دار بيضا سطات، الرباط سلا قنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، وتا مكناس فاس، وفاس مكناس، وتا طبعا جهة الشرق. هادو هما المناطق الجهات اللي عندهم أكثر من 50 طبعا ابيتون في كل كيلومتر مربع، والتي تقل هي اللي عندها بين 10 و 50 واقل من 10، هي هذه جهه قلمي مودنون، جهه بني ملال الخنيف، لا جهه درعا تافيلات، هذه جهه دل. ثم جهه العيون الساقيه الحمراء، وجهه الداخله، وهذه الذهب. نعم هم طلبوا منا الاقل من اللي يقل عن 10، اعطي 10 اللي يقل على 10 هما هذو، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة والذهب، هذوما اللي أقل من 10. نعم إذا ها طبعا ها الجواب، جواب للاستئناس فقط، أما راه حنا قلنا شفويا. نعم هو إذا الجهات التي يفوق معدل الكثافة 50 هي جهة الشرق، فاس مكناس، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الرباط سلا قنيطرة، جهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش أسفي، وجهة السوس ماسة، وجهة بني ملال خنيفرة. والجهات التي يقل فيها معدل الكثافة السكانية 10 هي جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة، وادي الذهب. نعم إذا هنا قالك أحد من خلال الخط الفاصل بين جهتي الشرق وقلميم، ها هو هذا هو الخط، ها هو باين شوية هنا، هذا هو الخط عشان نحدو بين جهتي الشرق. نعم جهة الشرق وطبعا قلميم ودنون، أين تقع المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة؟ طبعا الكثافة السكانية هي هذه اللي عندها هذه، وطبعا إذا هنا إذا فغرب هذا الخط، هذا الخط هذا الغرب ديالو، وأقل في طبعا شرقه، إذا غرب هذا الخط هنا كاين الكثافة مرتفعة سكانية، وهنا كاين الكثافة طبعا ضعيفة. إذا الأكثر المرتفعة هي غرب الخط. نعم نمر إلى النشاط الموالي. نعم جيد رجعوا شويه باش نقراو واخا هذه. المهم هنا عندنا وثيقه 4، مناخ صحراوي جاف، جبال عاليه وسفوح شديد الانحدار. هنا كاين المناخ صحراوي، وهنا الاراضي يعني هذه مؤهلات طبيعيه. اذا الكثافه السكانيه تكون ضعيفه فوقاش بسبب مناخ صحراوي جاف، قله تساقطات او انعدامها، جبال عاليه سفوح شديد الانحدار يعني غير صالح للسكن، وبالتالي كتكون كثافه السكانيه ضعيفه.
ثم كذلك التربة غير خصبة، غير صالحة للزراعة، غطاء نباتي ضعيف. إذا هادو كلهم كيساهموا في كثافة سكانية ضعيفة. إذا سبب أو تفسير عدم يعني الكثافة السكانية ضعيفة هو كيكون مناخ صحراوي ولا تكون جبال عالية وسكنة، ثم التربة غير خصبة وغطاء نباتي ضعيف. هذه الصعوبات الطبيعية، هنا تيكون عندنا مجال ضعيف للكثافة. علاش؟ يعني عندنا صعوبات طبيعية. لاحظوا هنا مناخ معتدل، يعني تساقطات في فصل الشتاء كثيرة وحرارة طبعا في الصيف، تضاريس منبسطة، الأراضي سهلية، ثم نشاط ميناء وروى سياحي. عندنا نشاط ميناء وروى سياحي، هذا تؤدي إلى يكون عندك كثافة سكانية مرتفعة، لأن كاين الروى كاين الاقتصاد كاين. ثالثا، باستثناء تجمعات صغيرة توجد على هوامش المناطق الصحراوية، فإن التمركزات السكانية توجد على الواجهة الأطلنطية، نعم المحيط الأطلنطي، وفي غرب جبال الأطلس، مشكلة بذلك مثلثا توجد قمته في ناحية سوس وقاعدته تمتد على طول الساحل المتوسطي. نعم، هنا أقرأ مضمون قينهم. أفسر من خلال الخريطة الوثيقة 3 لماذا تقل الكثافة السكانية طبعا في الجهة الجنوبية. لاحظتوا الجهة الجنوبية هي لماذا تقل هنا الكثافة السكانية؟ طبعا السبب واضح، هو طبعا المناخ. أولا المناخ عندنا صحراوي جاف، وثم التربة غير صالحة للزراعة وقلة الغطاء النباتي، هذه تؤدي إلى الكثافة السكانية ضعيفة. أنا أعطيكم كتابة الإجابة مكتوبة. أوضح لماذا ترتفع الكثافة السكانية إلى الغرب من الخط الفاصل بين وجدة وقلميم. علاش كتكون في الغرب كاين الكثافة السكانية مرتفعة؟ نعم، رجعنا للخريطة، هاي الكثافة السكانية هنا مرتفعة جدا. السبب هو أن المناخ تكون معتدل، وجود تضاريس يعني سهول الأراضي منبسطة، تضاريس منبسطة، كما أن هناك أنشطة هنا، أنشطة اقتصادية وأنشطة طبعا موانئ والرواج السياحي، والرواج السياحي. نعود إلى الأسئلة اللي عندنا هنا. قال لك أستخلص العوامل التي تفسر التباين في التوزع السكاني في المغرب. إذا العوامل كاينة صعوبة طبيعية بحال اللي قلنا قبيلة، التربة غير صالحة للزراعة، وقلنا المناخ صحراوي وجبال وعالية، هذيك تؤدي إلى كثافة، تكون عندنا كثافة سكانية ضعيفة، وتكون عندنا كثافة سكانية مرتفعة، وجود أراضي بسيطة، مناخ معتدل، أنشطة الميناء والروج السياحي، وكذلك الأنشطة المصانع، وجود أنشطة اقتصادية مهمة. ها الإجابات هم استأنسوا بهم أو اللي بغاهم. إذا عندنا قلنا السبب ديال الكثافة السكانية ضعيفة، مناخ صحراوي جاف، يعني قلة التساقطات أو انعدامها، تربة غير خصبة، وغطاء نباتي ضعيف. كثافة سكانية مرتفعة، مناخ معتدل، تضاريس منبسطة، نشاط ميناء، رواج سياحي، حتى النشاط الصناعي. العوامل التي تفسر التباين في التوزع السكاني في المغرب هي طبعا طبيعية المناخ، عندنا معتدل صحراوي جاف، ثم التربة الخصبة، فهذه في الاماكن اللي هي تعتبر كثافه كثيره، كتكون مناخ معتدل، تربه خصبه، تربه خصبه، الاراضي منبسطه. والعكس كثافه ضعيفه، يكون مناخ صحراوي جاف، تربه غير خصبه، جبال، سفوح. والنشاط الميناء والرواج السياحي والنشاط الصناعي هي كتكون عندهم كثافه سكانيه جد مرتفعه. الآن أرسم مبيانا يمثل تطور سكان، هاي أرسم مبيان يمثل تطور سكان المغرب. نعم مزيان، عندنا هنا عن قرون مبيان، هنا عندنا مليون نسمة، يعني في 1971 1982 حتى 2030، وهذا المضمون ديالو هو تطور عدد سكان المغرب من 1971 حتى 2030. نعم هذا التمثيل مبيان، ولاحظوا مبيان الوثيقة 7 بكل إمعان. نعم لاحظوا هذا الخط، هذا تصاعدي، نعم غادي تصاعدي بشكل داير يعني مائل جدا. واتعرف موضوع هذا المبيان، ها هو الموضوع، تطور عدد سكان المغرب 1971 2030. اصف تطور عدد سكان المغرب ما بين سنتي 1971 حتى 2030، فهنا تطور سريع، يعني نمو ديال السكان كثير، تطور سريع. احسب مجموع السكان الذين تزايدوا في المغرب ما بين 1971 و 2030. نعم اذا المجموع السكان اللي تزادوا، غنديروا ديال هذا ديال 2030 اللي هي 39.3 نقصوا منها ديال 1971، ها هي. نعم غنديروا الفرق سهله، اذا غنديروا ها هنا الموضوع
هو تطور عدد سكان المغرب 1970 2030. إذا كيف تطور عدد السكان؟ كما بين سنتين تطور سريع، تطور سريع. ثم هنا مجموع السكان الذين تزايدوا في المغرب ما بين 1971 2030 عن شدو ديال 2030 اللي هي 33.3 مليون، نحيدو من النا ديال 1971 الى 15.3 مليون، غتعطينا 20.6 مليون نسمة، 20.6 مليون نسمة. دابا إذا هنا سنذهب إلى أقوم تعلماتي. نعم، أنقل العبارة التالية في دفتري وأصل بخط بين كل عبارة والإجابة التي تناسبها. كثافة سكانية مرتفعة وكثافة سكانية منخفضة، هادشي اللي عندنا. هنا عندنا الظروف: تضاريس منبسطة وسهول خصبة، مناخ صحراوي جاف، سبوع شديد انحدار، مناخ معتدل، جبال عالية. إذا كثافة سكانية مرتفعة راح تكون تضاريس منبسطة وسهول، ويكون مناخ معتدل، هذه مناخ معتدل. كثافة سكانية منخفضة مناخ صحراوي، سبوع شديد انحدار، وجبال عالية. ها هي الإجابة، ها هي. إذا كثافة سكانية مرتفعة، تضاريس منبسطة وسهول وخصبة، ومناخ معتدل. كثافة سكانية منخفضة، مناخ صحراوي، سبوع شديد انحدار، وجبال عالية. نمر إلى السؤال: أفسر أسباب تركز الكثافة السكانية المرتفعة في المنطقتين الشمالية والغربية من المغرب. نعم، علاش؟ طبعا كاينه، ها هي درنا واحد بعد وجود اراضي منبسطه من بين سهول وذا، خصوبه التربه، مناخ معتدل، النشاط الاقتصادي يعني كوجود مصانع معامل، وكذلك الرواج السياحي. هذه كل هذه العناصر ساهمت في طبعا ان تكون الكثافه السكانيه في المنطقه الغربيه طبعا والشماليه من المغرب. اصوغ تعريفا للكثافه السكانيه وأبين طريقة حسابها. نعم، تعريفا للكثافة السكانية نخدم هنايا، يعني توزع السكان في نطاق جغرافي معين، ونحصل عليه بقسمة عدد السكان على المساحة. نحصل عليه بقسمة عدد السكان على المساحة، ويرمز له طبعا ب ابيتون ا اش بي في الكيلومتر المربع. او ناخدو كيفاش كنحسبوها، هو كيفاش كنحسبوها هي. إذا الكثافة السكانية كيفاش نحسبوها؟ هي مجموع السكان على المساحة، مجموع السكان على المساحة، قول عليها مجموع السكان، وغتحط لكم إن شاء الله في الفرد الأولاني يعني الدور الثانية. إذا مجموع السكان على المساحة. مزيدا من أتمنى لكم